مرحبا بالناس الكل. فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. اليوم حبيت نوضح بعض النقاط على الموديفيكاسيون هذايا تاع البوبين. هذايا موديفيي عنا بوبين واحدة تعوضنا معناها البوبينات الكل. هذايا تعوض البوبيناج، تعوض البوبين كاسيت، تعوض البوبين كادر، تعوض الكابتور، معناها كيما تشوفوا فولون هذا يدور على البوبين هذايا وتعطي كوران فيها خيط اهو ريتور الخيط نتاعها هذا يتعدى ديريكت للبوجي، يتعدى ديريكت للبوجي. معناها الفولون هذايا معناها كيما تشوفوا سامبل برشا، في زوز مغناطيسات هذوما يدوروا على البوبين هذايا هما. استنى لحظة، عندنا هذايا ريتور مغناطيس هذايا ومغناطيس هذايا. حبيت في الفيديو هذايا نوضح بعض النقاط، خاطر كنت أنا حكيت في فيديو قبل معناها وريتكم الميز بوان، قلت لكم الميز بوان تجي في وسط البوبين بالشكل هذايا. ريتوهم زوز مغناطيسات هذوما، لحظة برك، هذايا وهذايا معلش. عن المغناطيس هذايا والمغناطيس هذايا، كنت قلت لكم اللي المغناطيسات معناها كي تبدا البيستون افلور يجو في وسط البوبين بالشكل هذايا. الميز بوان هذايا غالطة، انا تعمدت معناها نقول لكم الميز بوان بالغلط، حبيت معناها انه البعض يكتشف اللي الميز بوان يعني غالطة. تويكا باش نوريكم الميز بوان البوان الصحيحة متاع البوبين هذايا كيفاش تركب. قبل هذايا ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك اشعار بفيديوهاتنا جديدة، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. يعني كي تتفرج في الفيديوهات في الاوروب تلقى معناها بعض المشاهدين عندهم ثقافة ويتفاعلوا مع معناه فما نقد، معناه يتفاعلوا مثلا كي هو يرتكب خطأ يقولوا له هذي راي ما تجيش هكاك. المشاهد العربي معناها ما يتفاعلش، أغلب الناس يعني ما همش فاهمين، ما عندهمش ثقافة متاع ميكانيك، ما همش فاهمين أصلا الموتور. معناها توريهم ميز بوان بالغالط ما يفيقوش به، توريهم حاجة غالطة ما يفيقوش بها، على خاطر يعني هما جيست معناها يتفرج ومش فاهم، هو مش فاهم طريقة العمل وكل شيء. باش نوريكم اليوم طريقة عمل الدراجة النارية، وباش نوريكم الميز بوان الصحيح كيفاش يجي. الميز بوان الصحيح ريتو انا وريتكم الميز بوان، قلت لكم تبدا البيستون افلور، زوز بوبينات هذوما يجوا وسط البوبين بالشكل هذايا. هذايا من البوان هذايا غلط. البوان الصحيحة كي تبدا البيستون افلور، المغناطيس الثاني هذايا لقيت عندنا مغناطيس الاول والثاني، المغناطيس الثاني لازم يخرج من البوبين بالشكل هذايا. لقيتوها كيفاه هاك، يخرج جملة معناها، يخرج جملة ريتو الحديد نتاع البوبين يبدا مع يبدا بالشكل هذايا مع الحديد هذايا، يبدا مع اخر الحرف هذايا نتاع البارتي هذايا، ريتو البارتي هذايا، بارتي هذايا الاخر نتاع البوبين يبدا مع البارتي هذايا وقت اللي تبدا البيستون افلور. كي تبدا البيستون طالع على الاخر هذايا البوان الصحيح. علاش؟ على خاطر البوبين تعطي كورون، البوبين تعطي كورون. رينا ريتو لهنا عندنا 1 مليمتر هذاك باش البيستون تبدا هابطه 1 مليمتر التالي. البوبين تعطي كورون لازم قبل ما البيستون تطلع الفوق، فهمت؟ تبداش ما تعدي، ما لازمهاش تعطي كورون وقت البيستون تبدا طالعه، خاطر عمليه الاحتراق تاخذ وقت. البوبين تعطي كورون معناه شراره البوجي البيستون تبدا طالعه، عمليه الاحتراق تصير بعد ما تهبط البيستون لوطا، تولي معناها الاحتراق ضعيف، الموتور تبدا معناها ضعيفه ولا ما تخدمش، فهمت؟ لازم انت تعملها روتار شويه، معناها تعملها قبل شويه، لازم عمليه ريت مثلا توا كيما هكا هكا، يعني البوبين تعطي كورون، بوبين تعطي كورون بعديك، ومن بعديك معناها البيستون تطلع الفوق،
فهمتوها كيفاه؟ كي من هكا معناه البوبين تعطي كورون، بعديك البيستون تطلع الفوق، ريتوها يعني تعطي الشرارة، تصير عملية الاشتعال، لأنه يعني عملية الاشتعال تاخد وقت. من بعديك البيستون تطلع، يصير عملية الاحتراق وتتم العملية بكاملها. فهمت؟ هيك وفيديونا اليوم سيين، نتقابلوا في فيديو جديد. إلى اللقاء.